اللسان هذا هو عدو الإنسان، الإنسان اللسان عدو الإنسان. صحيح. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: ما يكب الناس على وجوههم في النار إلا ماذا؟ حصاد أسنان. ويقول صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي اثنين ما بين فكيه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الموازين، وديننا أعطانا الموازين، كتاب ربنا جل وعلا ما تجد فيه شيئا إلا قل يدلك على الخير وعلى التقى وعلى الورع، وينهاك عن سفاسف الأمور من قول ومن فعل. حتى الإضمار، النية، خل نيتك صادقة وواضحة بينة مع ربك جل وعلا ومع الآخرين، لا تضمن الشر لأحد ولا تنفيه عن أحد. هذا ما يعني الصمت لا شك أنه. يا سلام يا شفك يا سلام. أبو محمد، أبو محمد العمري منور مجلسنا اليوم، بس ما سمعنا منك شيء يا أبو محمد. الله ينور حياتكم أنتم الجميع. التواضع، التواضع 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 جميل يا أبو محمد، لكن مو دائم التواضع يعني والإيثار. الله يسعدك. ذا في أبيات عن اللسان وعن الخطأ وعن. يا سلام يا سلام. يقول: يا صاحبي قرب عسى العلم توحيه، علم جميل وفيه حسن ولطافة، احذر على صاحبك لا يوم توذيه واحذرت ناصحني بعنف وجلافة. ترى الصديق أحيان يحتاج توجيه،